السلام عليكم أصدقائي، كنتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم لاباس وبخير وعلى خير. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. هذا الفيديو الثاني في سلسلة الطيور. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا كاع المعلومات اللي كتخص طائر الباجي، غادي نتعرفوا عليه مزيان وغادي نشوفوا كاع داك الأشياء اللي كتخص تربية الباجي للمبتدئين، وخليكم مع الفيديو. اول حاجه غادي نبداو بها اصدقائي هي اسماء طائر الباجي. طائر الباجي عنده مجموعه من الاسماء، من ابرز هذه الاسماء طائر الباجي، طائر الحب، البيروش، اصغر ببغاء، هادو هما الاسماء اللي معروف بهم. وبالنسبه للمكان اللي كيعيش فيه، كيعيش في قفص، قفص يكون متوسط ما يكونش صغير بزاف. في الاغلب كنديروا له قفص ديال 3 د الوكالات. راني شاركت معكم من القفص مناش كيتكون في الفيديو السابق، رجعوا ليه غادي تلقاوه باش تشوفوا اشنو خاصكم ديروا له وسط القفص. وبالنسبه للاكل ديالو، خلطه حبوب خاصه بالباجي ضروري تكون دائما في القفص، وعظم الحبار حتى هو ضروري يكون دائما في القفص حيتاش فيه الكالسيوم. هو هذا، غادي نخلي لكم الصوره ديالو. وبالنسبه للخضر والفواكه، هادو ما غاديش نعطيوهم لهم بشكل يومي. دابا ندير لكم النظام الغذائي ديال الخضر والفواكه. غادي تعطيوه لهم مثلا مرتين في الاسبوع، ماشي بشكل يومي باش ما تمرضهمش اولا دير لهم الاسهال. وبالنسبه للتزاوج، الباجي كيبلغ على 5 اشهر، ولكن من الافضل انه يتزوج على 9 اشهر. ملي كتحط الانثى البيض كتحضن عليه لمده ما بين 18 و 22 يوم، ومن بعد 35 يوم حتى 40 يوم صافي كيفطموا هذوك الوليدات، وكيوليو الوليدات قادرين انهم ياكلوا بوحدهم ويعتمدوا على راسهم. وهادو هما المعلومات اللي خاصنا نعرفو كناس مبتدئين بالنسبه لتربيه الباجي. يعني هادشي اللي نكونوا عارفينه هو الاسماء ديالو، المكان اللي نحطوه فيه، والاكل ديالو اشنو كياكل، والتزاوج فوقاش خاصو يتزوج، فوقاش خاصو يولد. وبالنسبه للقفص راه كما قلت لكم في الفيديو السابق، ضروري انكم تحطوه في مكان عالي باش هكا هما يكونوا مرتاحين. وكنتمنى اصدقائي تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.